برأيك الظروف يلي ممكن يمر فيها الشخص بحياته تخلق إنسان ناجح أو فاشل وليش؟ أنا برأيي ناجح لأنه بالآخر هاي تجارب عم نتعلمها من الحياة. والله حسب الظروف أولاً، بس شغلة تانية المحيطين يلي معه، مثلاً أهله مثلاً عنده مشاكل بالأهل، طلاق أو مشاكل عائلية كبيرة، فهي أنشأت عنده مخ مثلاً أنه أنا بدي أسعى، أنا بدي أعمل لحتى أنجح بمجالي. أنا شخصياً مرت بكتير ظروف صعبة، إن كان ببيتي ولا إن كان بحياتي بشكل عام، ظروف أسرية كانت صعبة شوي. الظروف كمان بتكون مثلاً بشكل عام، ما دخل مثلاً الظروف مثلاً الأسرية أو الخارج الأسرة، بس بتحسي إنه الأسرة أكتر شيء ممكن تأثر على الشخص. بده يتأقلم مع الظرف اللي بيكون فيه منشان ما يفشل وما يقع، بده يكون أقوى من الصعاب اللي بتجي. والله حسب هي الظروف اللي بدها تخلق معه، حسب الظروف اللي بدها تواجهه، لأنه الشخص هو اللي لازم يتصعب بيتفادى هي المخاطر هي الظروف ويكون أقوى منها وبيحقق اللي هو بده إياه. الواحد بده يتأقلم مع الوضع اللي هو عايش فيه ومع البيئة اللي هو عايش فيها، فإذا كان الإنسان فاشل في طور حاله ويصير لإنسان ناجح، وما في إنسان بيكون ناجح غير بيفشل وبيمر بمراحل صعبة بحياته. يعني ما في إنسان فاشل، كل واحد بيتعلم من تجاربه وخبراته ومن رغم الظروف والصعوب اللي بمر فيها، يعني بيتعلم في شغلات بياخدها فكرة وعبرة يعني بحياته لإله تكون شيء مستقبل لإله. هي دروس يعني راح تخلي هذا الشخص ناجح بحياته، راح يجي يوصل لنقطة إنه هاي التجربة أنا مريت فيها، يعني بيتعلم من دروسه. الظروف راح تخلق إنسان ناجح بحياته بمجال كبير، لأنه هي الظروف هي السبب الرئيسي للإبداع. ممكن إذا إجت الظروف سيئة بس اللي معه كمان سيئين معه أو ما ساعدوا صار التأثير سلبي، بينما إذا كانت الظروف منيحة وحتى هن سلبيين كمان ما استفدنا شيء، فبرأيي هن مكمل لبعض. هي الظروف بتأثر على الشخص كتير كتير مو شوي، وأنا بقول لك يعني حتى ممكن تعمل له إحباط نفسي، يعني أنا ممكن كل يوم يكون عندي خطوة لقدام وعشرة لورا، بس برجع رد بقوم ولا الحياة بدها تستمر، واليعني الواحد يعني لازم يكون عنده هدف بالحياة. فنحن بدنا نسعى جاهدين بأي ظرف نصل له، نخلق المستحيل لحتى نتجاوز المحن أو الشيء اللي منمر فيه، فلذلك هي بتكون نجاح ما بتكون فشل. فبشكل دائم الفشل بده يجي بعده نجاح، لأنه إذا الإنسان حاول أنه يتخلص من هذا الفشل ومن المصاعب اللي مر فيها.